منه كده بناكل عسل. عسل للدرجه دي؟ عسل ده انت العسل يا ادم. اول ما لوجي وادم شافوني بجرب ورق العنب قالوا لي ملناش دعوه احنا كمان عايزين نجربه، احنا شفنا كل بيجربه لازم احنا كمان نجربه. والحمد لله ان انا كنت جايبه اكتر من علبه علشان تعرف لوجي وادم يجربوا هما كمان ورق العنب. متحمسين لتجربه ورق العنب؟ طبعا. طب حسينا يبقى طعمه حلو ولا وحش؟ مش عارفه، في ناس بيقولوا حلو وفي ناس بيقولوا وحش. ادينا هنجرب وهنشوف وهيبقى حلو ولا وحش من وجهة نظرك. انا مش عارف هو حلو ولا وحش، ادينا هنشوف وهنجربها مع دبس الرمان. انت جاي وعارف بقى انت هتعمل ايه. ماشي، يعني اللي هم هيجربوها مع انت ابو بيجرب يستخدمها مع دبس الرمان. والكل برضو مين الكل بقى اللي انتوا بتشوفوه؟ يعني من ساعة ما طلع ترند وكل بيجربها. بص يعني كل بيجربها جات على لوجي وادم، لوجي وادم كمان يجربوها. شوكة بتاعت ادم، شوكة بتاعت يوجي. نبدأ بقى نصنفها. يلا كل واحد ياخد له واحدة كده ويدوق. انا جربتها قبل كده بس يعني ايه ممكن اجربها تاني معاهم. انا المفروض كنت اجيب اطباق تاني ليكوا صح علشان الزيت اللي بيقع ده. ايه الاخبار؟ حلو. يمكن مختلف عن اللي انا دقته. ايه ده؟ هو حلو بس رز معجن وملح وملح شوية. هو حلو بس كأن عليه ليمون. وكمان في ليمون، كأن عليه ليمون. ما هو عليه ليمون، هو في طعم المزازة دي شوية بس انا حاساها مختلفة عن اللي انا جربتها. هي ممكن تختلف من علبة للتانية. المرة دي كده في البق في كده لما بنحط حاجة في علبة صفيح وبنيجي ناكلها بيبقى في كده طعم الصفيح اللي محفوظ فيها الحاجة دي. انا المرة دي حاسة بطعم الصفيح ده. هو ايه صفيح؟ مش عارفة ليه. صفيحة اللي هي دي العلبة، فهي محفوظة في العلبة دي فأنا حاسة إن طعم الصفيح يعني طعم العلبة العلبة موجودة في دي. أنا بقول ولا لأ يعني ما قلت خدتي بالي. عايزين نجربها مع دبس رمان. بدبس رمان. طيب أنا جايبة برضو أهو طبق وجايبة دبس رمان. أنا المفروض كنت أجيب طبق بدل الحركات دي. طعمها حلو. انتوا عاملين تقول حاجات والله انا مش حاسه بيها. وريني كده يا ادم بلبس الرمان. طعمه حلو قوي. حلو مع دبس الرمان بقى طعمه حلو. ايه ده؟ في ليمون وده في ليمون مع بعض، طعمه حلو قوي. انا حاسه بحاجه غريبه، انا حاسه ان المره دي طعمه مش عاجبني مع ان المره اللي فاتت انا قلت حلو، قلت بس ما يتقارنش بالورق العنب المصري. انا حاسه المره دي طعمه مش عاجبني، حاساه مملح زياده عن اللزوم. طعمه كده في يعني انا عماله يعني بيجزع النفس كده وانا باكله، مش عارف مع انه عاجبهم. سبحان الله مع انه عاجبهم. انتوا عاجبكم بجد ولا عشان بتشوفوا الفيديوهات بيقولوا حلو؟ لا عاجبنا بس هو مش لوحده. لكن مع ده حلو قوي. مع دبس الرمان حلو قوي. كانه كده بناكل عسل. عسل للدرجه دي؟ عسل ده انت العسل يا ادم. خلاص انا هقول ايه بعد ما هم قالوا ان هم عجبهم. خلاص يعني انا عن نفسي هشتري 8 صوابع ورق عنب ب 60 جنيه وبعدين كطعم. العلبه ب 60 جنيه. ايه ده ازاي؟ وبعدين الطعم ممكن حد يختلف عليه وممكن حد يتفق عليه. بصراحه يعني انا اقول لا، مش يعني تجربه مش هكررها تاني. ولكن اوكي هي قدامي انا اكلتها عشان دافعين فيها فلوس فهتتاكل، لكن ان انا بعد ما دقتها ان انا اروح ادفع فيها فلوس تاني واجيبها لا مش هتحصل. انت ممكن تدفع فيها فلوس وتجيبها؟ مش انت بتقول عسل ولا عسل تاكله ببلاش؟ لا. عسل بفلوس مش هدفع. ما تاكلوش. طب انت يا لوجي هتجيبيه؟ تمام، يبقى لوجي كده عند رايها. ادم بيستثمر فلوسه في حاجات تانية. فده كان راينا في ورق العنب. لا لا بس لما اجيب مش هجيب بفلوسي، هخليك انت تجيبيه. يا سلام. لا ما انا بقول مش هدفع فيه فلوس تاني. وده كان راينا في ورق العنب الجاهز.